يسعد صباحكم مشاهدينا ومشاهدي قناة أوجاريت. وصلنا معكم لفقرتنا الحوارية الثالثة اللي رح نتعرف عليها على صبية تحدت الظروف واستغلت دراستها بالشكل الأمثل وقدرت تحقق ذاتها بعيدا عن العمل الوظيفي، يمكن اللي هلأ صار هدف لكتير كان من الطلاب اللي ممكن يكونوا خريجين نادين، ولكن صحيح. وقت الشخص بيعمل هيدا المشروع وبيكون بيتحدى الظروف وبيتحدى يمكن صعوبة البدايات تماماً بأي تماماً مشروع تماماً. فهو بيعتبر الشخص الأنجح بالحياة. صحيح فاتن، هذا الشيء بيعتمد على إرادته والمشروع أو الهدف أو الموهبة اللي هو فيها، بالإضافة لدراسته الأكاديمية، وكيف هو قادر يبدأ فعلا بهذا المشروع ويحقق اكتفاء ذاتي لإله من خلال أهداف وضعها وثابر عليها. تماما. اليوم معنا تجربة بالاستديو المهندسة إلينا صالح، وهي حاصلة على شهادة الماجستير بالهندسة الزراعية ومؤسسة مشروع منزلي صغير بيختص بمستحضرات التجميل. يسعد صباحك إلينا. صباحكم يا رب. أهلا وسهلا بحضرتك. يسعد صباحك إلينا. صباحك يا رب. وحضرتك ماجستير بالهندسة طبعاً. الزراعية، وبالإضافة لهيدا المشروع المختص بمستحضرات التجميل، يا ترى بالبداية في ربط بين هيدا المشروع وبين دراستك؟ أكيد في ربط. أنا اختصاصي محاصيل حقلية، يعني زيوت وأعشاب. ترجمت هذا الشيء بالمواد، يعني مواد تكون أورجانيك، تمام، عبارة عن زيوت مستخلصات عشبية هيك. تماما. كتير يعني أول شيء حكي لنا كيف بلش المشروع، كيف بلشت الفكرة معك، يعني خصوصا أنه في خلينا نقول دراسة أكاديمية، فيمكن اعتمدت عليها شوي. أكيد اعتمدت، يعني حبيت أتميز بهذا الشيء، يعني أنه ليش بدي يكون شيء تقليدي، حبيت ترجم هذا الشيء. بلشت بفكرة أنه بلش بمرطب ضروري لازمني، بلشت جرب شوي من هون شوي من كان، في كتير صعوبات أكيد، بس جربت وحبيت الفكرة وبلشت شوي شوي اتطور، دخل مركب من هون، مادة من هون، عشبة من هون، فتطور يعني تطور المشروع شوي شوي. أيمن بلشتي بهالقصة؟ قديه صار لك؟ تقريبا إلي سنتين. سنتين. تمام. يعني من خلال طبعا دراستك وتعريفك بالمواد الطبيعية والمستخلصات والمستحضرات اللي بتكون موجودة، حاولتي توصلي لهذا المشروع، لكن هو أيضا خلينا نقول محتوى آخر، يعني بيحتاج إلى دقة، إلى عيارات معينة. طبعاً. باعتبار أنه نحن عم نستخدمها على البشرة وعلى الجسم، فكيف أيضا تابعتي هذا الموضوع صحيا؟ أكيد، لأنا كمان استشرت صيادلة كيميائيين، كان كله مدروس، يعني الوصفة أي وصفة هي مدروسة بالكميات المناسبة مختصة لأنواع محددة، مثلا البشرة الدهنية للبشرة الجافة، هذا كله مدروس. يعني ما أنه في وصفة عامة هي للكل، أكيد لا، في نسب وفي مواد محددة وكله مدروس بشكل صحيح، يعني أكيد أنا بستشير كتير أشخاص. تماماً. تمام. حتى بالإضافة ممكن تبحثي يعني أكيد. دائماً وتقرأي دائماً لحتى توصل للنتيجة اللي بدك إياها. طبعاً. ذكرتي أنك بدأتي بمستحضر الترطيب وتوسع هذا المشروع، شو هي المنتجات اللي عم تشتغليها إلينا؟ حالياً مستحضرات تجميلية وعطور، العطور السبلاشات المسك، المستحضرات التجميلية هي للشعر وللبشرة وللجسم، للجسم في مخمرية الجسم هي عبارة عن زيوت رائعة ترطيب عميق، وخاصة هلأ بتجي لفصل الشتاء، الخريف والشتاء. تماماً. تمام، كتير ممتازة، يعني خاصة اللي بيعانوا من الجفاف. عندي بديل زيت كمان للشعر، ترطيب للشعر، عندي تينت يعني مورد خدود، مورد شفاه، الصبايا اللي بيحبوا هيك يكونوا شكلهم كيوت. في عندي كمان واقي شمسي ممتاز للبشرة الدهنية وللبشرة الجافة، في مزيل تعرق من مواد طبيعية كاملة. فيك صبايا كتير بيستخدموا مزيلات تعرق بتسبب لهم كتل، بتسبب لهم حساسية. هذا المنتج يعني كتير آمن، وكتير في منتجات تانية كمان، في خلطة زيوت للشعر ممتازة عم تعطي نتائج كتير رائعة. تماماً. يعني هلأ عم نشوف المنتجات، حتى طريقة يمكن العبوات. صحيح. نادين ملفتة، يعني كمان داخل التسويق البوكسات اللي عم نشوفها. صحيح. الإمبولانز الأمبلاج ملفت يعني، وبيشد الصبايا هيدا الألوان اللي فيه الزهر الورود اللي حاططيها، فقدي يعني المشروع لازم يكون متكامل هون. طبعاً. لحتى نحن نقدر نوصل للغاية الأساسية منه. طبعا لازم يكون متكامل من حيث العلب، من حيث اللوجو، يكون ملفت للبنات، التسويق، يعني ما بدنا نحن نشتغل شيء عادي، بدنا نشتغل شيء مميز. صحيح. عرفتي لهيك.
تماما بيظل هذا الانتشار ايضا المشاريع الصغيره الينا، وعم نشوف نحن في كثير من الصبايا عم يتخذوا هذا المشروع لإلهم، ويعني يكون عندهم كثير كم هائل من المنتجات، فبيظل هذا المنافسه. يعني كيف بتتركي لإلك هذا البصمه وبتتركي شيء خاص بإلينا؟ هلا انا بهمني يكون منتج طبيعي. تمام، هذا الشيء ما كثير دائما متواجد، عرفتي كيف؟ تمام. الاستشارات يعني مثلا انا ما ببيع منتج. تمام. بدي افهم شو مشكلتك، اعرف ليش بدك تستخدمي، بلكي انت ما ناسبك. يعني بهمني الصبي اعمل عنه دراسه كامله، مثلا عنده للشعر ليش بدها تستخدمه، بلكي عنده مشاكل داخليه، فقر حديد، خربط هرمونات، الزيت لحاله ما نو كافي، لازم تتعالج بعدين بنعطيها زيت الشعر. حلو. فانا ما الفكره اني انا ببيع منتج، انا الفكره اني انا في هدف لهذا المنتج انه قادر يعمل الوظيفه تبعيته، يحقق لك طبعًا. يعني الفوائد المرجوه، وهذا الشيء هلا مستي على ارض الواقع من خلال النتائج الايجابيه. وكيف كان اقبال الناس على منتجاتك؟ طبعا كثير، يعني كثير صبايا عم تستفاد، اللي جرب اول مره عم يرجع يجرب ثاني مره. كثير كثير كان في اقبال بصراحه، انه في تنوع كمان مثلا. حلو. تماما، يعني مثل ما قلنا انه دائما المشروع بيكون متكامل. وقت انت بلشتي بهيدا الخطوه، حسبتي كل خطوه بخطوتها؟ يعني كان ببالك هيدا التصور لوين ممكن يوصل هيدا المشروع؟ اكيد. ولا بلشنا مثل ما قلنا هيك بدايه كانت الحاجه لمرطب وبعدها بلشت القصص؟ وخلينا نعرف شوي عن الاراء. هلا بلشت قلت لك بشيء بسيط هيك، بعدين حطيت اهداف، حطيت خطه تسويق، خطه منتجات جديده. بهمني انا اراء الصبايا كمان، مثلا اعرف شو المنتج اللي حابينه، شو المشكله الثانيه اللي التاليه اللي عندهم اياها. فانا من اراء الصبايا ومن اراء الزباين فيني اعرف انا شو المطلوب واشتغل على اساسه. تماما. يعني حتى الينا التسويق عامل مهم جدا، يعني هو بعتبروا أن الأساس بالتعريف بالمنتجات. فكيف تشتغلي على عامل التسويق لحتى تعرفي الناس بمنتجاتك؟ هلا التسويق حاليا عم يكون على مواقع التواصل الاجتماعي، انستغرام وفيسبوك، بنشر صور، بنشر ريلات، بنزل نصائح. صفحه الانستغرام عندي كثير فيها نصائح مهمه. حلو. عن الشعر، عن البشره، اي مشاركه معرض ممكن كذا، هذول كثير شغلات بتقوي الاساسيه بتقوي الصفحه او بتقوي المشروع بشكل عام. تمام. مشاركتك بالمعارض كان في إلك مشاركات، وقد أثرت على خلينا نقول مسيرة المشروع؟ كتير كتير. اللي هي المعارض أنا برأيي هي الأساسية، اكتساب خبرات، خبرات متعددة وتبادل خبرات مع المشاركين. طبعا أنت هون على أرض الواقع، ما قصرتي من خلف الشاشة، أنت هون أنت على تماس مباشر مع الزبون أو مع الصبية، فكتير بيخلق ثقة بيني وبين الزبون، بعرف أكثر، بيشوفوا المنتجات بشكل أكثر، بيصير بتتوسع عندك قاعدة العالم. يعني شاركت بمعرض بالمكتبة المركزية اللي صار من كم شهر، وبالكلية الزراعة، ورحت على حلب، وهلأ في معارض كتير رح تكون كمان غير محافظات. تماما. هذا الشيء بيعمل لك إضافة، يعني أكيد في تحديات وصعوبات كثيرة، وأيضا ممكن تتعرضي لانتقادات معينة، هذه الانتقادات تكون إيجابية لإلك بتصحيح بعض الأخطاء وتقديم المنتج بالشكل الأمثل. فقديش ما بتتقبلي أحيانا النقد؟ يعني في ناس ممكن يستسلموا من تجربة أو من فشل أو من كلمة سيئة هن سمعوها فما بيتابعوا بهذه المسيرة أو بيوقفوا عند حد معين. صح. فأنت كيف تواجهي كل هذه التحديات إلينا؟ هلأ نحن بدنا نتقبل الرأي الآخر. تمام. ممكن هو الشخص يكون فعلا أنه النقد اللي كان يكون بناء، أنا أشتغل على هذا الشيء، نحن بلشنا مشروع ما رح نستسلم فيه. تمام. بدنا نقوى أكثر. يعني أنا أخذت رأيك من هون، أخذت ممكن قال لي بده زيادة، بده لون، أنا بجمع كل هالأفكار وبعدل علي على المنتج لحتى تتطور، مشان تاني مرة الزبون ما يعطيني نفس النقد اللي اجى من قبله. تمام. صحيح. تماما. الحفاظ على يعني خلينا نقول سويه المنتج، بنعرف احيانا بيكون في اشياء بنشتريها حتى ماركات عالميه، يعني ما عم نحكي بس بعد ما يوصل لمرحله جيده بيتراجع المنتج فيما بعد او بيتغير. صح. مثلا صفات المنتج. صح. فقد ايه هيدي الحاله مهمه انه انا اخذت من عند إلينا هيدا المنتج وعجبني وناسبني، انه دائما شوفه عند إلينا بنفس المواصفات بنفس العيارات اللي هي ناسبتني. هلا نحن بدنا نبني ثقه. تمام. يعني ما معقول انا منتج بعد ما انشهرت خفف مواده. تمام. بالعكس، انا شهر عن شهر عم ضيف مواد، انا شهر عم يغنى المنتج عندي. فبلشت من سنه اخذ منتج اكتشف انه صار احسن.
فنحن ما عم نشتغل على تسويق وسنة سنتين ثلاثة وخلص، لا نحن بدنا استمرارية بالمشروع. أهمية الملاحظات ضمن المنتج، يعني أنا وقت عم باخذ هيدا المنتج بالصيف غير وقت عم باخده بالشتاء، يعني مفعول هيدا المنتج غير مفعوله بالشتاء، ممكن بالشتاء يخرب بالصيف انه يكون مناسب. صح. فانت كمان مثل ما ذكرتي هو دورك مع السيده او الصبيه اللي بدها تاخذ من عندك كمان هيدا الموضوع، انه نحن نوضح فعاليه طبعاً. المنتج هلا مثلا في عنا منتجات هلا جايين على فصل الشتاء، مثلا مخمريه الجسم بالصيف، في عالم تنزعج منها، مثلا الواقي الشمسي، في مثلا كثير عباره خاطئه انه بس الواقي الشمسي بفصل الصيف، لا نحن لازم هو يحمي البشره. في منتجات بلغيه ممكن بفصل الشتاء، بزيدها بفصل، يعني حسب نحن نشوف شو بيمشي اكثر. مثلا مثلا المخمريه عباره عن زيوت كميه كبيره، فهي ترطيب بس بالصيف وهم جو رطوبة، في عالم ما بتفضلها فخفف إنتاجها، بتزيد بفصل الشتاء. فحسب نحن منشوف الجو منشوف شو المطلوب بنعمله العوامل المناسبة طبعا. لهيك إلينا هذا موضوع كتير هام، يعني وخصوصا كتير من الشباب والصبايا اللي حابين يكون عندهم مشاريع صغيرة، شو بتنصحيهم شو بتخبريهم، وخصوصا عند الفشل أو الاستسلام مثل ما ذكرنا لظروف معينة؟ طبعا هلأ أنا بحب أي شخص عنده موهبة أو عنده أي شيء ممكن يطوره يبلش فيه، بده يلاقي انتقادات، بده يلاقي فشل، بده يلاقي، فأنا لا ما توقف أي فكرة ممكن من ورقة تعمل في عالم من ورق الفوم عم يعملوا من فكرة، أو حتى في ناس بالصدفة يعني كانوا هنا بموقف معين ونتج من خلال هذا الموقف مشروع صغير ثم يتحول إلى مشروع متوسط وإن شاء الله إلى مشروع كبير. فيعني تنصحي دائما بالمثابرة أو يبدأ يعني بدون أي أكيد خوف؟ أكيد أكيد أكيد، لا الواحد لازم يبدأ، طالما موجود خوف أنت فشلتي، بدك تقوي ثقتك بحالك، بدك يعني تحاول، إذا الإنسان ما حاول كيف بده يعرف إذا هو رح ينجح أو لا؟ صحيح تماما. نصيحة أخيرة أو خلينا نقول طموحاتك المستقبلية، وين حابة توصلي كونه هلأ حط عطينا نصيحة للصبايا كلياتهم حابين إن شاء الله لشي ضخم، إن شاء الله منتجات أكبر، إن شاء الله توسع أكثر ضمن برا المحافظات للخارج خارج سوريا، إن شاء الله هيك بيكون منتجات موثوقة، يعني إن شاء الله تصل، يعني ما بعيد هذا الموضوع أكيد. إذا الإرادة موجودة كما ذكرنا والمثابرة أكيد بنتمنى لك كل التوفيق إلينا بهذا المشروع، فعلا توصلي ليس فقط محليا وإنما إلى العالمية بمنتجات يكون هي عالمية وفعلا يلقى هذا المشروع النور. شكرا كثير لك إلينا صالح، وحضرتك مهندسة زراعية ومؤسسة مشروع صغير بمستحضرات التجميل، شكرا لحضرتك. يعطيكم العافية، شكرا لكم، شكرا. أهلا وسهلا بحضرتك، نورتي صباحك.